اي مصره، علشان كذي ابي اكون معاك. راح تحتاجيني؟ طبعا اكيد راح احتاجك، بس ترى بقولش ان المهمه ترى مو سهله. عارفه هالشيء، عارفه ان المهمه مو سهله، وبعدين ترى الايد الواحده ما تصفك. عدل، صح كلامك، وانا بعيد راح استفيد منك لان علاقتك وايد حلوه ويا البنات. عموما ترى انا كنت بفتح معك الموضوع، بس دام انك سبقتيني انا ما عندي مانع. خلاص خوش عيل، باكر ان شاء الله من الصبح بتشوفيني هنا عندك في المركز. حياك الله. يلا تصبحين على خير. الله معك. تسلمي.